السلام عليكم، كيف حالكم إخواني الكرام؟ أين أنتم يا بني كرغل؟ اشتقنا لكم، هيا بنا إلى المونديال. اليوم الإخوان غادي نشوفوا الجزائر عاود جابوا ملاكم دخلينه في الأولمبياد على أساس أنه ملاكمة. وشوف هاد الكرغل هادو عاود اش كيدير. هذاك راه تشد بعدا تعاقب، ما عرفتش شكون اللجنة اللي عاقبته. قال لها جيجي انت راه وجهك ماشي ديال الملاكمه. قال لها لا انا ملاكمه. اسيدي وجهك راه ديال الملاكم. قال لها التحاليل هكذا هكذا. قال ماشي التحاليل، راجي نشوفو مباشره. قلبوا القوه در. لا حول ولا قوه الا جايبين صوفيا طالوني تلعب الملاكمه وتحقر على على العيالات. ودابا دوك الالقاب اللي دخل صحيدهم اليوم ما فهمتش علاش هاد اللجنه الاولمبيه الاخوان قبلوه مع 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 النساء سي قبلوه مع مع الذكور ولا بينه وبين ولا يشوف واش يديروا. ندوزوا الفيديو نشوفوا. ها هو انظروا من اتى هنا البطل الجزائري ايمن خليف يحرز على الميداليه الذهبيه الاولى بباريس. غادي يدي جميع الميداليات. جايبين راجل بدا يتعدى العيالات بدا يسلخ فيهم. جايبين راجل بدا يسلخ في العيالات. يدي جميع الميداليات، علاش ما يديش؟ يدي عاد علاش ما يديش؟ يا الهي انه ابا خليفه. وراني تبا خليفه ايمن خليف. ايمن خليف دابا سماه ايمان خليف على اساس زعما ايمن هي راه ايمن. ايمن خليف اهديكم ربي، اهديكم ربي يا الكراغل. واش فين ما مشيتو ديروا الضحك في ريوسكم؟ واش ميمكنش دوزوا واحد الوقيته قليله ولا ما ديروا الضحك في ريوسكم؟ دوزوا الفيديو اخر. انتم تعلمون ونحن لا نعمل. انتم تعلمون ولا تعلمون، نحن نعملون ولا نعلم. أودي غير بشوية عليك، خلطتي العلم مع العمل مع نعلم ونعمل. بشوية عليك، علاش الكراغلة كتزربو زعما وكتعميوها؟ بشوية عليك نسمعوا. أنتم تعلمون ونحن لا نعمل. أنتم تعلمون ونحن لا نعلم، اللي بغى يقول. أنتم تعلمون ولا تعلمون. أنتم تعلمون ولا تعلمون، غادي يسطينا هذا الإخوان، غادي يسطينا. نحن نعملون ولا نعلم. نحن نعملون نعملو ماشي نعملو نعملون ولا نعدي سير. دوز دوز بحالك دوز غادي تسطينا انت. دوز الفيديو اخر. غادير متحمر يلا. هاد الجالية علامة هاد الجالية. قال لي دير متحمر وراه عيرتي تما ماشي عاونتي. يدير متحمر من الحمر. تحية والله لهذا اللي قالها من الداخل ديالو. السيد بغى المنتخب. هاد القضيه ديال المتحمر نعاود لكم علينا هنا في الهوات. كنا لاعبين وكانت واحد المدينه بلا ما نذكرها الفراقي ديالها غير كيضربوا عليك البيس مصريين كلشي كينعس يضيعوا الوقت. شويه قلت غادي نديروا بحالهم. جمعت الدري قلت لهم شوف الا قلنا طيح ولا ضيع الوقت راه باينه معيقه، اذا غادي نبدا نقول لكم بالغوصيه جحطه. ولينا غير كنضربوا بيت ولا جوج جي حطا جي حطا دريس كيجي حطا دريس جي حطا براي كيجي حطا برا جي حطا فلان كيجي حطا. ان ولاو الحكم عاقب ديك جي حطا بي يا طاهر كيقولوا جي حطا كيخرجوا ما كيعاودش يدخل ولا كيلعب كيخلي. غادير متحمر غادير متحمر ورحيمي ورحيمي غادير متحمر. ما عرفت رحيمي واش سمعوا ولا لا. والله الا دير متحمر دير متحمر. قال لي مالو رحيمي حمار. الشريف الله يهديك. والله الا برافو عليك تحياتي. باينه بالله السيد قالها من نيتو قالها زعما بغى المنتخب يدير شي لعبه. دابا هذا الاخ الجزائري قال لي ما كاين لا صدمه لا والو. دابا الصدمه علاش غتجيكم انتوما اصلا بالنسبه للشعب؟ الصدمه جات للقصر المرادي القصر او للحكومه الجزائريه على القضيه ديال اعتراف فرنسا بمغربيه الصحراء. هي اللي كانت عصفت الموضوع كان حيت السنوات طوال وهي كتمول المرتزقه ديال البوليزاريو باش ياخذوا داك الصحراء المغربيه وكيقولوا لها الصحراء الغربيه باش يدوزوا هما للمحيط الاطلنطي. دابا داك المحيط دابا نفترضوا الاخوان اجيو دابا نتناقشوا دابا نفترضوا داك المحيط دازوا ليه زعما غادي يديروا شي لعبه؟ والله هادوك واخا تعطيهم ماشي البترول والغاز ما استافدوش منه، اش بغاو يديروا بالمحيط؟ زعما المحيط غادي يديروا فيه شي حاجه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حول المحيط الاطلسي ما غاديش تجيكم انتم اصلا بالنسبه للشعوب ما كاينش خلاف،
فين كاين الخلاف؟ كاين بين كاين الحكومه والشعب المغربي ضد الحكومه الجزائريه فقط، ما ضد الحكومه ضد الشعب الجزائري ما كاين حتى شي مشكل، بالعكس اخوه في الدم ومشحال هادي مشاهد دابا، واخا كنطلع عليكم بعض المرات داك من القبله والناس وكذا وكذا، وراه هما ديال الطبيعه واش ديال شي حاجه اخرى بلا الطبيعه. دابا هذا الاخ الجزائري قال لي ما كاين لا صدمه لا والو، دابا الصدمه علاش غتجيكم نتوما اصلا؟ ودي نتوما راه صدمكم الله واش غادي، الله يهديكم الله يهديكم، ندوزو لفيديو اخر. قالك الناس وراي ساكنه لي، شوف الناس فين ساكنين، عليكم الناس وراي ساكنة سيد الوالي، أنا نطالبوا بحقنا، هذا حق تاع ساكن، حق أي سيتوان عنده حق باش يدي سكنة، وما الناس راهم يبيعوهم، كاين الناس راهم يبيعوا سكاني 30 مليون 40 مليون، عليكم الناس وراي ساكنة لي. لا حول ولا قوة إلا بالله، فين ساكنين وكيسبونا؟ دوزوا الفيديو آخر. الماتش عاودوه بجوج سوايع وبعدين كنستناو الماتش يتعاود عامين، وحنا مدينا الماتش غادي يتعاود، الماتش غادي يتعاود، المغرب عاود له بجوج سوايع، وكاين هذوك ما بين هذيك جوج سوايع الصفحات اللي كتبوا وحده نخرجوهم جداد وكتبوا الارجنتين تشجل وحكيمي ومنا وغيرها وغيرها الكثير. امسك الفرش تمركات التعادل، كلشي مشى كيكتب وغيرهم الكثير سجلوا عليهم التعادل، اودي صبروا الله تطرص. اقسم لكم بالله العظيم الى البارح الى تبهدلوا ولاو كي 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 علاش قال لك ربي شوف نقول لكم على حاجه يا صحافه زيكو ويا لي باج، روحوا بعدوا على المغرب راهم شرفاء، الناس ديالها ناس طيبين، شوفوا البارح دخلوا مشاو عند الحكام ضغطوا على الحكام يا ودي هذاك بول عيال البارح عجبني، نقسم لكم بالله اول مره شفت ما كانش واحد دار عاد شي عند الحكام تاع الحكام تراك مايض ما كانش واحد دار شاد الحكم قالوا فرق غادي بعد 20 دقيقه، المهم ما خلاوه ما داروا نستعرض بهم داك مول حياته حفه شادو قال لي شاد الوقت الشريف كيتحسب مع وستيرات. تحيه كبيره للجماهير المغربيه اللي البارح بينت بانها تبغي المغرب قلبها، يعني ماشي واحد يعني هاك ولا هاك، الحب الوطن هذا كتدخل عند الحكم مش ديرك عند الحكم تقلب ديرها ما يقدروش الكراغ الله يديروها، كيخافوا يردوهم ريفولي تقدرش ديرها، احنا كاع دوك الهيشر اللي كانوا حسبوا راسهم الماتش يتعاودوا وما داروش هذيك اللقطه اللي دارها هذاك قايش ريمون الحكم مريض الارجنتين قال لك بغات الفيفا والله ما بغينا حتى شي واحد يتأذى الاخوان، وحاولوا على ريوسكم الجاليه كالماو شويه كالما بغينا حتى شي واحد يتأذى، مسكين داك ابو الحيه دابا الكاميرات كيهضروا عليه كلشي كيهضر عليه صدقوا دايرين لي شي مشكل، بحال دوك التصاور الاخوان اللي صوروا فيديو ولا ما ينشرهاش ولا ضبب ليه وجهه ولا حميها صاحبي لان ما بغينا حتى شي واحد يتضر، حنا المغاربه كاملين يد وحده، حنا ماشي ضد القانون وانما ما بغينا حتى واحد يتضر، ويبقى فينا الحر حنا وراء التلفاز وشعل فينا العافيه على داك ربع ساعه اللي زاد لهم التجاوب التعادل، ولكن ما يضربش ما تنزلش للتيران ما تنزلوش خليوها صاحبي، خلو راس السبوع عندنا في التيران عارفين شغلهم وغادي يديروا خدمتهم، نتوما غير شجعوا برا، تحياتي للجاليه المغربيه كامله فين ما كانت. ندوزوا لفيديو اخر. المغربيه جدك في جوج سوايع خدا حقه نيشان الاولمبيات وفين في ماما كون فرنسا اللي كتركعوا لها وتحنيوا لها وما تقدروش تردوا عليها الكلمه الا قالتها، واخا ضرب سبكم ما تقدروش تردوا عليها ما يقدروش، في جوج سوايع ردينا حقنا تمام الرجال هبطوا للتيران لا ما بغيناش يهبطوا للتيران ما بغينا يتقاعد هضرنا ما بغينا حتى واحد يتقاعد، الرجال مشاو للحكام كيقولوا له رجع للفار وردينا حقنا يا جدك تحيد البيت وتكمل الماتش ثلاثة دقائق. ندوزوا الفيديو اخر الاخوان. المغرب هو هذا اللي وايلي انت ممكن شي واحد اخر، ندوزوا الفيديو اخر. خمسة حيد هذا ماشي بلاصتو هذه، ندوزوا الفيديو اخر. المغرب له ابن بطوطة وتونس لديها ابن خلدون، عارف ان كلكم كتسناو الجزائر اجي عاودوا الناظر ونسمعوا الجزائر اش عندها. المغرب له ابن بطوطة وتونس لديها ابن خلدون، الجزائر ماذا لديها يا خيا؟ لديها ابن بطوش
ابن بطوش الرئيس الثاني للجزائر. الإخوان وصلنا لأخيرة الفيديو، تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للكراغيلة، ديما مغرب من طنجة إلى الكويرة، السلام عليكم.